التحكم بخرج HTML ضمن PHP. افتح مستند نص جديد. أسند القيمة true للمتحول X. ثم اكتب عبارة if لاختبار قيمة المتحول X. if X. اكتب الكود الخاص بإظهار جدول HTML. print table border يساوي الواحد، وهو معرف بداية الجدول في HTML. print tr td كل سبان تساوي ثلاثة، وذلك لدمج خلايا السطر الأول الثلاث. اطبع ضمن السطر الأول العبارة النصية Hello World من خلال استخدام الأمر print. قم بإنهاء السطر الأول من الجدول، ابدأ سطر جديد واكتب ضمن الخلايا الثلاث القيم 51 70 92. قم بإنهاء السطر الثاني. قم بإنهاء الجدول. احفظ الملف وليكن اسمه table2.php ضمن المجلد htdocs، ثم افتح مستعرض الويب، وستجد أن مستكشف الويب قد رسم جدول بسطرين وأربع خلايا، وبذلك تكون تحكمت بخرج HTML باستخدام متحول منطقي. بإمكانك التعديل على الكود السابق وإنهاء كود PHP بعد قوس العبارة if كما يظهر أمامك، ثم العودة إلى كود PHP باستخدام معرفي البداية قبل القوس الأخير في نهاية الكود، وفي هذه الحالة لن تكون بحاجة للأمر print ضمن الكود السابق.